أنا اسمي يحيى صالح الخياط، ما لقيتش لحم ودم صاحبه، قررت أصاحب كومة حديد. اللي حصل ده أكيد وراه واحد عيان. أنت ليه عايزة تساعديني وأنت عارفة إنها مصيبة؟ عشان أنت صح يا يحيى. العالم القديم لازم ينتهي. مهندس الميكاترونكس بيحاول يوصل لطريقة تفكير البشر. تفكر انك هتغير الكون. امال مين اللي هيغيره؟ مش هو ده الحل يا يحيى. انت كده هتموت. مش محتاج موسى عشان تبقى بطل. موسى هو المسؤول عن موت الناس النهارده. وانت ايه؟ بتطبق قانون جديد؟ قانون موسى.